الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في ختام هذه السلسلة 40 في الاستعاذات النبوية. نتم فيها الكلام بمشيئة الله تعالى عن هذا الموضوع العظيم، وهو ما استعاذ منه عليه الصلاة والسلام، ومع الحديث 31 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم رحمه الله. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من 4 أشياء دلالة على أن الأمور 4 المقترنة بها هي غايتها، وأن الغرض من العلم والقلب والنفس والدعاء هي تلك الغايات: النفع في العلم وخشوع القلب، وشبع النفس واستجابة الدعاء. قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، يعني لا ينفع صاحبه، بل يصير حجة ووبالا عليه بأن لا يعمل به، أو لا يعلمه للناس، ولا يهذب به الأخلاق ولا الأقوال ولا الأفعال، أو أن يكون علما لا يحتاج إليه، أو علم محرم، أو لم يرد إذن شرعي في تعلمه، كما في شرح المشكال الطيبي وذخيرة العقبة. ويدخل في هذه العلوم المحرمة، يعني هي ليست فقط لا تنفع بل هي ضارة، لا تنفع وضارة، مثل علم الفلسفة والشعوذة والتنجيم والسحر ونحوها. ومن قلب لا يخشع، أي لقساوته، فهو لا يسكن ولا يطمئن بذكر الله تعالى ولا لاستماع كلامه، ولا يخاف الله، ولا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة، ولا يرغب في ترغيب، ولا يرهب من ترهيب. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من دنيء أعمال القلوب ومن القلب القاسي. والاستعاذة منه بعد الاستعاذة من علم لا ينفع إشارة إلى أن العلم الذي ينفع هو ما يورث صاحبه الخشوع، فعدم الانتفاع بالعلم يؤدي إلى قسوة القلب وعدم خشوع القلب، كما قال تعالى: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وما أكثر العلوم التي لا تنفع في هذه الأيام، وما أكثر التخصصات فيها، وما أكثر ملء الجامعات فيها، بل إن بعض هذه التخصصات سخيفة وتافهة، مضيعة أوقات، ويعتبرونها تراثا إنسانيا، ويخصصون لها المقاعد والباحثين والدكاترة، وهي في الحقيقة علوم إما ضارة وإما يعني أشياء تافهة لا نفع للإنسان فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف مثلا علم الطب فهو علم شريف مثلا، وكذلك علوم الهندسة وعلوم التقنية والحاسوب، هذه من علوم القوة التي يستفيد منها المسلمون. فطبعا أما علوم الشريعة هذا على رأس القائمة، واللغة العربية وعلوم الآلة التي تخدم علوم الشريعة. وقوله: ومن نفس لا تشبع، أي لا تقنع بما آتاها ربها، ولا تفتر عن جمع المال غير مبالية بحلال أو حرام. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجشع وهذا الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالأمال البعيدة، هذه النفس التي فيها نهمة، ونهمة في أمور لا تشبع من أمور الدنيا، لما أنها لا تشبع من أمور الدين أو لا تشبع من العلم هذا محمود، لكن عندما لا تشبع لا من الأكل، ولا تشبع من كثرة المال، ولا تشبع من اللباس، ولا تشبع من المراكب، وكم أدت مثل هذه الأشياء إلى أضرار كالكسل والوساوس الشيطانية والتعلق بالدنيا والفتور عن الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه،
وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أما الأمر الرابع الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام فهو الدعوة التي لا يستجاب لها، إما بسبب أكل المال الحرام، أو بسبب المعاصي، أو بسبب الاعتداء في الدعاء، أو بسبب شركيات في الدعاء. وبعض مثلا يقول الآن المدد المدد يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مات لا يملك لهم شيئا، ذهب إلى ربه. وبعضهم يقول الشفاعة يا رسول الله، مات عليه الصلاة والسلام لا يسمعهم لا يسمعهم، يعني بدأ من أن يسأل ربه أن يجعله في شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، روح يقول يا رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام مات. فهناك من الناس من أدعيتهم شركية كفرية تخرج عن الملة، ومنهم من أدعيته بدعية، ومنهم من أدعيته فيها قطيعة رحم، قطيعة رحم فيها عدوان، ويلعنون يدعون على ناس بالشلل والموت وترميل الأولاد النساء وتيتيم الأولاد، وأولئك المدعو عليهم أبرياء أو لا يستحقون هذا. ففي أدعية لا يستجيب لها الله لأنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين، وهذا اعتداء في الدعاء. وقد يكون بسبب الاستعجال في الدعاء، أو بسبب ضعف الإقبال على الله، قد يكون بسبب أنه يدعو من قلب غافل لاه ونحو ذلك من موانع الاستجابة. وقد جاء في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، رواه الترمذي. فإذا أعوذ به استعاذ به من دعاء لا يستجيب له ولا يعتد به، فكأنه غير مسموع. وقوله عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث: أعوذ بك من هؤلاء الأربع، نبه بإعادة الاستعاذة على تأكيد ما فيها من أحكام ومزيد التحذير منها جميعا، فإنه وبال والضلال على صاحبه. فليس قوله أعوذ بك من هؤلاء الأربع مجرد سجع، بل يريد أن يؤكد عليها. وقد جاء في رواية أنس مالك رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، رواه أحمد وصححه محققون مسند. أما قول اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، فهذا يشمل الدعاء الذي لا يرفع ولا يسمع ولا يستجاب له، وكذلك الذكر. لا يسمع، لا يستجاب، لا يقبل عند الله. وعندما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، فإنه يدعو بأن يستجيب الله الحمد. وقوله في هذه الرواية عمل لا يرفع، لا يرفع رفع القبول بسبب الرياء، العجب، عدم الإخلاص، عدم متابعة الشرع، أن يكون على بدعة. فاجتمع القول الذي لا يسمع والعمل الذي لا يرفع في عدم القبول، وهما تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة، كما قال الله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع أنها عاملة وناصبة، لكن على عمل على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عمل على بدعة.